بسبب إمارة
نظام إمارة المؤمنين التي حفى بها الله عز وجل هذا البلد الطيب كما تم ذكر ذلك في الجلسات السابقة. لكن من حيث الممارسة، من حيث الممارسة هذا البعد توحيد المرجعية يعرف مدافعة من طرف مرجعية أخرى تتمثل في مرجعية المواثيق الدولية، حتى أصبح البعض يروج لأطروحة سمو المواثيق الدولية على المرجعيات الوطنية. وأبرز الأمثلة التي يمكن أن تبرز هذه المدافعة بين هذه المرجعية التي نتمتع بها وهي مرجعية الإسلام والإيمان، وهذه المرجعية المطروحة قيمة الحرية التي تعتبر من أهم القيم البارزة في الساحة الوطنية، وهي كذلك من أهم القيم الإسلامية التي يجب تنميتها عند أفراد المجتمع. ورد في إعلان حقوق الإنسان أن الحرية هي حق الفرد في أن يفعل ما لا يضر بالآخرين. الحرية هي حق الفرد في أن يفعل ما لا يضر بالآخرين، وهو مفهوم يناقض ما تقرره الشريعة الإسلامية من أن الضرر ممنوع سواء تعلق بالغير أو بالنفس. إذن هذا البعد الأول أو المدخل الأول لتحقيق الإصلاح التربوي في مجتمعنا المعاصر. المدخل الثاني وهو توحيد القصد. توحيد القصد، الإمام الشاطبي قسم المقاصد إلى قسمين، قصد المكلف وقصد الشارع، وعلى الأول أن لا يخالف الثانية أو ينقضه. وكذلك بالنسبة للإصلاح التربوي يجب أن يكون القصد منه ما يحقق مقاصد الشريعة بالنسبة للفرد وبالنسبة للمجتمع. أما عندما تقصد الهيئات والمؤسسات به مقاصد أخرى فذلك يخرمه وينكره. ولعل أبرز مثال على ذلك تكثير السواد والتابعين، وهو حق مشروع للهيئات والمؤسسات، لكن عندما تعمل الهيئة على تحقيق هذا الهدف وتجعله المقصد الأصلي من أعمالها التربوية، في حين يكون الاهتمام بتزكية الفرد والارتقاء به في درجات التقوى والصلاح مقصدا تابعا، فحينئذ يكون الإصلاح التربوي إصلاحا ضعيفا. المدخل الثالث وهو توحيد الجهد. الإصلاح التربوي عمل يقتضي انخراط الجميع في تحقيقه، من الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات المدنية والدينية وغير ذلك، لأنه إصلاح يروم تحقيق نتائج بنيوية بالنسبة للفرد والمجتمع. فأينما تولى المرء يتلقى التربية. إذن بالنسبة للنشأ، بالنسبة للأطفال، نفس التربية التي يجب أن يتلقاها في الأسرة نفسها التي يجب أن يتلقاها في المدرسة، ونفسها يجبها في الإعلام وهكذا. لكن عندما لا ينهض واحد من هؤلاء بدوره الإصلاحي، أو تكون التصورات للإصلاح مختلفة أو متناقضة، فإن نسبة نجاح الإصلاح التربوي تكون ضئيلة. أقفزوا إلى سبل تفعيل الإصلاح التربوي يعني في واقعنا المغربي المعاصر، وأذكر بسبيلين أساسيين. السبيل الأول وهو تجديد المناهج وتجويدها، المناهج التربوية التي نعتمدها في تربية الفرد سواء في الأسرة أو في المدرسة أو في الإعلام أو غير ذلك، لا بد من تجويدها ومن تحسينها وتجديدها. والتجديد مبدأ أساسي يقوم عليه الدين كله، وبالتالي لا ينبغي للإصلاح التربوي أن يبقى منعزلا عن هذا التجديد. وأعطي مثالا لقضية مطروحة على المستوى التربوي في واقعنا المعاصر، وهي قضية الفنون الجميلة التي نعرف أثرها بالنسبة للفرد وبالنسبة للمجتمع. الغرب في إعادة بنائه لمجتمعاته
عمد إلى هذه الفنون الجميلة، فأخرج مجتمعه من تصور ومن رؤية إلى رؤية أخرى جديدة. وبالتالي أنا أتساءل لماذا لم تنفتح مثلا قناة محمد السادس وهي رائدة وأثرها في الواقع كان أثرا يعني حسنا، لماذا لا تنفتح هذه المؤسسة لحد الآن على الأفلام التربوية؟ ولماذا لا تسهم في إنتاج مواد فنية تربوية؟ السبيل الثاني وهو انخراط النخبة العالمة، وأنا أعتبر هذا السبيل يعني أساسي في من السبل التي تمكننا من إقامة الإصلاح التربوي في واقعنا المعاصر. لما جعل الله تعالى من مهام النبي الكريم التزكية اقتضى ذلك أن يكون منخرطا ومخالطا للناس جميعا، يجالسهم ويصاحبهم ويذاكرهم. ولما عرض عليه كبراء قريش إبعاد المؤمنين لعلة فقرهم وانحطاطهم، أمره الله تعالى بالمصابرة مع الفئة المؤمنة ونهاهم عن الإعراض عنهم، فقال الحق سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وفي قصة عبد الله بن أم مكتوم التي ذكرها الله تعالى في قوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى، درس بليغ ومعنى لطيف. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ورغم حرصه الشديد على إسلام قريش عاتبه الله تعالى عتابا جميلا على إعراضه عن الرجل الذي جاء لأجل تحصيل التزكية والتربية. فإذا عاتب الله نبيه على تصرف وهو آحاد، يعني هذا التصرف واحد هو الذي صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المجال، فأي عتاب سنعاتبه به الهيئات العالمة يعني في واقعنا المعاصر ومساهمتها في التزكية المؤمنين مساهمة محدودة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما في خير، والحمد لله رب العالمين.